قهوة كانت هي مال عمامي ويدرون بي عندي خاصية بهذا المجال، فقالوا تعال جرب أنت شنو خسران. فجيت فتحت وفقني الله بهذا المجال، اشتغلت. كان عندنا قسطية بسيطة والنوبة طورناها كاستين عمري واشتغلنا، بالإضافة إلى مثل ما تقول رحت لبغداد فترة أكلت يم ولد ببغداد أخذت من عنده مال الثوم العجب، اشتغلت هنا نجحت بالعمارة جاب الشعبية كبيرة والفضل من أن الله توفقنا واشتغلنا. هذا المكان نظيف، مكان مرتب يعني، ودائما ناكل هنا نحس اكو نظافة واكو لذة بهذا المكان، لأن المكان يعني كلش لطيف وجاو وعشاط ويعني كلش حلو بالشتاء، يعني من تاكله تحس انه شيء دافي، تحس انه شيء يعني طيب، تحس بلذة بالشتاء مو نفس الصيف. Thank you.